صباح الخير يا متابعين بتحليل فني الصباح لشركة وينزر بروكر. هيدوم لكم كريم مجدي اليوم 1 ابريل 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار مؤشر داو جونز. تداولات سلبية لمؤشر داو جونز وانخفاضات خلال تداولات امس، ودرج اكيد في المقام الاول انخفاض وول ستريت بشكل عام مع تسجيل ستاندرد بورز اكبر تراجع فصلي في عامين، مع استمرار مخاوف بشان تواصل الصراع في اوكرانيا وما له من اثر على تضخم الاسعار. دي كانت اهم الاخبار المؤثرة في الاسواق. اليوم هيكون امام مجموعة من البيانات الهامة، أهمهم أكيد تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي، متوقع ليه 490 ألف مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 678 ألف. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية معدل البطالة الأمريكي المتوقع ليه 3.7%، وانخفاض عن الشهر الماضي بنتيجة 3.8%. أيضا مؤشر مدير المشتريات الصناعي متوقع ليه 59، والشهر الماضي كان 58.6. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلينا ننتقل مع بعض نشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا الشورت، الاداء السلبي والانخفاضات طبعا الموجوده على واضح على مؤشر داو جونز خلال تلات امس وخلال ختام اليوم امس، ولذلك طبعا اشارات ولمده اشارات سلبيه زي الاي ام اي، اشارات سلبيه على مؤشر السار، تقاطع المتوسطات سعر الاسفل، اداء سلبي واضح الفلات ترند، ثبات السعر اسفل من السطوح المحوريه ل 34900، كل ده ضغط عليه على السعر بشكل كبير، ولذلك توقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط يكسر ال 34310 علشان يروح ل 34025 وراها 33610. مرة تانية كسر 315 وراها 25 وراها 610. السيناريو الآخر المعاكس تحب كسر 35 340 وراها 730 وآخر نقطة عند 140. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد نيوز تتابع الأمن، وبشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.